السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا جماعة، سامعين الصوت واضح؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. الصوت واضح يا شباب؟ الشاشة باينة والصوت واضح؟ تمام؟ طيب توكلنا على الله. نبتدي. الأول هنبتدي بلاست ويك كيس يا جماعة، فكرتوا فيها؟ فاكرينها؟ كان 31 years old female patient. الليجنز كانت على النوز وعلى التشيك of 8 months duration، وكان في ليجنز على السكالب of 1 year duration، والديرموسكوبيك بيكتشر اللي احنا شفناها دي. وكانت الكويستشنز اللي احنا عايزين to answer اللي هي what is your provisional diagnosis, what are investigations that you are going to ask the patient to do, with suggestive treatment. حد يقول لنا بقى ايه الدايجنوزز بتاعكو؟ بروفيشنال دايجنوزز ديسكويد ال اي. طيب ليه بقى؟ ايه اللي خلاكي تقولي انها ديسكويد ال اي؟ ايه اللي شفتيه في الدرموسكوبي وكلينيكالي؟ خلينا نبتدي بالكلينيكال. في بلوكس على النوز بالظبط كده، تمام. والسكالب تمام بالظبط كده، والديرموسكوبيك بيكتشر في فوليكولر بلاجينج فعلا، وفي سكارنج الوبيشيا في الميدل اللي هي الاريا دي. تمام، دي الفوليكولر بلاجينج، والاريا اللي هي الوايتش دي اللي هي السكارنج الوبيشيا. اوكي، في سام سورت اوف تيلانجكتيزيا بس مش باينه قوي. اوكي طيب، يبقى ده احنا ايه البروفيشنال دايجنوزز. وات ار ذا انفستيجيشنز بقى؟ طيب ايه اللي يهمنا في الانتي دبل ستراند؟ اول انتي نيوكلير انتي بودي طلع بوزيتيف، هنعمل دايما الدبل ستراند دي ان ايه ولا لا؟ اللوبس باند تيست. طيب حلو. طب ده او ده هنعملهم في كل حاجه؟ كل حاله هيطلع الانتي نيوكلير بودي انتي نيوكلير انتي بودي فيها بوزيتيف ولا لا؟ اللي هيقول لا هيقول لا ليه، واللي هيقول اه هيقول اه ليه. احنا دلوقتي بنعمل انفستيجيشنز، قلتوا لي الانتي نيوكلير انتي بادي، تمام كده. طيب عملنا الانتي نيوكلير انتي بادي، قلت لكم هنعمل حاجه تانية، او انت على طول يو سجستد ان احنا هنعمل دبل ستراندد، واحمد دكتور احمد اقترح ان احنا هنعمل اللوبس باند تيست. طيب هنعملهم في كل حاله هيطلع فيها الانتي نيوكلير انتي بادي بوزيتيف ولا لا؟ if you suspect بالظبط، مش بتتحول يا غادة هي لا، هو في 5% من الحالات اللي بتبقى ديسكويد ال اي، 5% منهم اصلا سيستميك ال اي فروم ذا بيجيننج. وبعدين خلينا نبقى فاكرين دايما ان ديسكويد ال اي وان اوف ذا مانيفيستيشنز بتاعت السيستميك، صح كده؟ فانت اتس بيتر ان احنا يعني اذا كان العيان يقدر ان احنا نعمل له الدبل ستراندد، او نعمل الدبل ستراندد اهم. اوكي، ان احنا نرول اوت سيستميك ال اي بيفور دايجنوزد ايه كلينيكالي. لو احنا لقيناها خلاص احنا بروسيد بعد كده نتابع العيان ده ونبتدي معاه على انه من الاول سيستميك ال اي، تمام كده. طيب السجستد تريتمنت بقى، الحاله دي بالمنظر اللي انت شايفه ده هتديها ايه؟ يعني تايلور ايوه ماشي يا رشا، انتي مالاريال هتديه ازاي؟ تمام. وايه تاني؟ فاندس اكزامينيشن و ليفر فانكشن تيست.
تمام كده، واي سي جي، وبعدين هنديه الدوز بتاعته ازاي. حد ده، برافو برافو. طيب ها، اي اقتراحات تانية؟ هندي بس الانتي مالاريا ولا هندي حاجة معاه؟ توبيكال ايه؟ تمام، وسان سكرين. طيب يعني انت بس هتكتفي في الحالة دي اللي عندها that form of cicatricial alopecia. ها، هيعمل حاجة في ال في السيكاتريشال الوبيشيا دي؟ ده هيزودها. احنا عايزين نمنع البروجريشن، مش بان احنا نعمل انتراديرمال انجكشن. هندي سيستميك ستيرويد معاها، تمام، انما مش هندي انتراديرمال، لان انت كده هتزودي السيكاتريشال الوبيشيا اللي موجودة. اوكي، انما انا هدي سيستميك ستيرويد مع الانتي مالاريال، والدوز بتاعته ممكن تبقى من نص الواحد ملي بير كي جي، نص ملي بير كي جي هيبقى كويس. اوكي طيب خلاص، خلينا ابروسيد لحالات ال، اتفضلي. اسألي. بس بصي، ظبطي الحاجة كلها مع بعضيها، شوفي بقية الليجنز اللي موجودة. اوكي، وانت هتعرفي الدايجنوزس، صح كده؟ وبعدين بصي كمان على الديرموسكوبيك بيكتشر. تمام، احنا دايما بناخد الدرماتولوجيكال بيشنت از ا هول، تفصصي تشوفي الهير، تشوفي الميوكس ميمبرين، تشوفي السكان، تعملي له درماسكوبيكال اكزامينشن اف يو كان. اوكي، ذا اوكي. لا هي لانها شي ابلايد، لا شي ابلايد ماتيريالز عليها، فهي ده مش ايه، مش المنظر الاولاني، هي حطت حاجات كتيره فالمنظر ده. ما هي كانت بتحط حاجات topicals، هي كانت بتحط حاجات اكيد مش ساكته يعني. تمام طيب اوكي عفوا. طيب نبتدي بقى في اول حلقه يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الانتي مالاريال ها بيشتغل بعد قد ايه يا شباب؟ لا على طول، لا يعني قصدك كانتي انفلاماتوري، اوكي، كيشتغل كانتي انفلاماتوري بياخد تقريبا 4 اسابيع، انما هو هيشتغل كحاجه يعني بروتكتنج من الصن، كسان سكرين، سيستميك سان سكرين من البدايه خالص. اوكي طيب، الحاله دي 40 years old female showing those lesions on her face, lesions are asymptomatic with onset of 3 months, close up view right side of the face. حد بقى يوصف لنا الاول الليجنز كده؟ هي اسيمتوماتيك، انا قايله لك انها اسيمتوماتيك. This was her first attack، بقى لها 3 شهور وكان her first attack. تمام، شايفه هي في، ايوه حلو السؤال ده. هي احنا دلوقتي لسه في الصيف وهي بقى لها 3 شهور، يبقى هي في الصيف، بدت في الصيف. طيب ايه اهميه السؤال ده؟ طيب ماشي على طول. اوكي اوكي طيب، الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز، لو احنا حبينا نحط كلينيكال ديفرنشال دايجنوزز هنفكر في ايه تاني غير الاكراين هيدروسيستوما؟ ايه، لا معلش علي صوتك. سيبيشيس هايبر بليجيا، سيرينجوما، برافو، ترايكو ابيثيليوما. وات ايلس؟ ايه اللي بيجي على الابر ايليد؟ انجيو فايبروما، ماشي يعني، بس خلي بالك لوبس ميلياريس بالظبط، عشان جاي على الليدز، على الابر واللور ايليدز. اوكي انا قصدت الصوره اجيبها لكم كده عشان تشوفوا، انا حتى عاده بغطي عين العيانين بس انا سايباها عشان اوريكم ان في ليجنز على الابر واللور ايليدز. تمام طيب، يبقى احنا هنفكر في اللي انتوا قلتوه ده، بس ايه هي انتوا قلتوا، انت قلتي الترايكو ابيثيليوما، قلتي ايه؟ الترايكو ابيثيليوما قلتي صح، وقلتي ايه تاني؟ ما انا واخده بالي، قلتي ترايكو ابيثيليوما، هي اللي اجانس الترايكو ابيثيليوما، انها طبعا اوف شورت ديوريشن والليجنز مور اور ليس سيستيك شويه، لو احنا بصينا عليها كده نحس انها زي ما تكون فيزيكلز سيستيك ليجنز، هي بابيولز، بس تحسي انها فيها
فلويد، يعني باينه قوي الصوره القريبه دي اهي، مش دي؟ ايوه، ان هي تحس انها فيها ايه، فلويد. طبعا اللي قال لي سبيشيس هايبر بليجيا ده برضو السايت بتاع سبيشيس هايبر بليجيا، بس بتبقى فيها امبليكيشن، بتبقى يلوش شويه ونفس السايز ده ماشي، بس بتبقى فيرم وامبليكيتد، مش سيستك كده، مش ما تحسيهاش سيستك شويه زي دي. اوكي، وطبعا احنا لازم نحس كمان، يعني الصوره طبعا مش دايما بتبين، بس انا بحاول ايه اقرب لكم الصوره واوريكم الليجنز من قريب كده عامله ازاي. اوكي طيب، يبقى زي ما انتوا فكرتوا الاكراين هيدروسيستوما اول حاجه، السيرينجوما تاني حاجه. الاجانس السيرينجوما يا جماعه انها طبعا الشورت ديوريشن اولا، ثانيا انها جايه في فصل الصيف زي ما انتوا قلتوا، وثانيا انها مش اوفل. السيرينجوماز بتبقى البابيوز بتبقى اوفل شويه، اوكي دي لا، يعني جلوبولر كده، مش اوفل. وطبعا انها بس زي ما قلنا كده انها ايه اوف شورت ديوريشن، السيرينجوما بتقعد فتره طويله، بتيجي من بدري وتقعد تاكستند، ومش مش اكيوت في الاونست كده. اللوبس ميلياريس عشان الابر ايليد افكشن، وممكن بلين وارس كمان، ممكن نفكر في البلين وارس. تمام اوكي. طيب ايه الانفستيجيشنز ممكن نعملها لحاله زي كده؟ ممكن نعمل لها حاجه يعني؟ بايوبسي. تمام، ايه اللي هنشوفه بالبايوبسي؟ الباثولوجي اللي احنا شايفينه ده فيه سيست. اوكي، السيست دي الوول بتاعها is formed of two layers of cuboidal cells، شايفين اهو two layers of cuboidal cells، انا مكبراها هنا اكتر، cuboidal cells in two layers ماشي، ومن جوه ال center او الكونتنت بتاعها fluid، فعشان كده مش باين قوي. اوكي اوكي، فدي تبقى فعلا الاكراين هيدروسيستوما. ايه هي الاكراين هيدروسيستوما؟ This is a common benign sweat gland lesion occurring on the face or the scalp, most commonly affecting the eyelids. عشان مش كل حاجه تأفكت الايليد نقول بس ايه لوبس ميلياريس. The typical clinical presentation suggestive of hydrocystoma is that an asymptomatic, solitary or pea-sized, translucent or blue-black papules or cystic lesions on the head, especially of the eyelid, of middle-aged or elderly adult. However, the correct diagnosis is usually established with histopathological examination. احنا عندنا two types, ecrine وapocrine. هجيب لكم شوية حاجات كده عشان نعرف الفروق اللي ما بينهم. في هنا الجدول ده بيورينا الفرق ما بين الاكراين والابوكراين هيدروسيستوما في الكلينيكال، from a clinical point of view. اللوكيشن في الاكراين بيري اوربيتال والمالر اريا، هنا برضو الاي ليد الانر كانثس بالذات. السايز هنا بيبقى سمول في الاكراين 1 تو 6 مليمترز، في الابوكراين بيبقى 3 تو 15 مليمترز. الكالر هيبقى فليش كالرد ان اكراين اور ترانسلوسنت، وهيبقى بلويش بلاك او ترانسلوسنت ان ايبوكراين. والنمبر اوف ليجنز عاده سوليتري اور مالتيبل في الاكراين، وعاده سوليتري في الايبوكراين. الباثولوجيكال ديفرنشال دايجنوزز ما بينهم ان الاكراين السيست بتبقى يونيلوكولار، هناك بتبقى اوفن مالتي لوكولار. السيست لايننج هنا تو لايرز اوف كيبويدال ابيثيليوم، هنا 1 تو 2 لايرز، والانر لاير دايما بيبقى الاوتر لاير بتبقى مايو ابيثيليال لو فيه. طبعا decapitation is present only in apocrine. The papillary projections is برضو present in apocrine. The S100 staining is present in ecrine. Benign PAS positive granules is present in apocrine. ده منظر الايه الابوكراين هيدروسيستوما، عشان ما تنسوهاش اهي جاي على inner canthus، اكبر شويه في الحجم، ولونها ممكن يبقى skin colored، ممكن يبقى بلوش شويه. الباثولوجي بتاعها كاركترستيك قوي اهي، وان لاير اوف كوبويدال سيلز، وفي الاندوثيليال سيلز او الايه مايوثيليال سيلز سوري، والديكابيتيشن سيكريشن اللي احنا شايفينه هنا ده. اوكي ان ذا ميدل في ديكابيتيشن سيكريشن. طيب خلاص بقى عشان ما نقعدش. الديفرنشال دايجنوزز بتاعها ممكن زي ما احنا قلنا الحاجات اللي احنا قلناها، ممكن نضيف عليهم سيستيك بيزل سيل كارسينوما، ميلانوسيتيك ليجنز، ابيديرمال انكلوجن سيستس، الميليا، السيرينجوما. الايتيولوجي بتاعها طبعا ان هي هيحصل في الهوت او هيوميد انفايرمنت، بيبقى فيه اوبستراكشن بيحصل في السويت داكت، يخلي فيه اكيوميليشن اوف سويت اللي هيعمل لنا المنظر بتاع الايه الاكراين هيدروسيستوما. الابوكراين هيدروسيستوما ار نوت افكتد باي فاريشن ان تمبريتشر، وده مهم جدا. الاكراين هي اللي ايه، نعم طيب كده سامعينه؟
كده كويس. طيب اوكي، بقول ان الايتيولوجي بتاعت الهايدروسيستوما عموما الاكراين هيبقى الهوت هيوميد انفايرمنت هتزودها، لان هيحصل اوبستراكشن في الاكراين سويت داكتس اللي هتخلي السويت يبقى يتحبس فيعمل لنا المنظر بتاع السيس دي. بينما الايبوكراين ملهاش علاقه بالسويتنج ولا بالهوت ويذر ولا بالهيوميد ويذر، يعني ملهاش علاقه، مفيش فيها اي سيزونال فاريشن. المانجمنت تعتقد ممكن نعمل معاها ايه؟ نديها توبيكال اتروبين. حلو. ايه تاني ممكن نعملها؟ ميزو بوتوكس، صح كده؟ مش احنا بنعمل في الهايبر هيدروزز بنحقن بوتوكس التركيز بتاعه بيبقى بنخف ال 50 يونتس على 2.5 مللي سالن. هنعمل نفس الشيء بس وهنحقنها انتروديرمال، اوكي، بريليجنال انجكشن، وهتجيب نتيجه كويسه على الاقل طول فتره الصيف، هتبقى ارتاحت من الايه، من القصه دي. والانتي كولينرجيك كريمز طبعا زي ال 1% اتروبين اوينتمنت او سايكلوبنتوليت، يتحط على مثلا حاجه زي الكي واي جيل عشان يبقى زي كريمي، او يعني يقدر يتحط فيثبت، برضو another option of treatment. طيب next case يا شباب، اعتقد دي شو اللي معانا من الحوض المرصود، شافها قبل كده البيشنت دي، اصلا old patient عندنا بتيجي من ايام ما انا كنت نايب في المستشفى. 45 years old lady presented with those lesions since early childhood. هي واختها على فكرة نفس القصة، وعندها الليجنز دي على البريست اند ابدومن، على الباك، باتوكس، dorsal of the upper limb, ventral aspect of the upper limb. شوفها تاني كده، حد يوصف لنا الليجنز بقى، سهلة دي. بالظبط، نوديولز وسكين كولرد او شويه اريثيماتس في بعض الليجنز او براونش، صح كده، جايه على واخده الجسم كله تقريبا، يعني وايد ديستريبيوتد على الترانك وعلى الفيس وعلى الاكستريميتيز، اوكي، ايفن البريست، وذا ذيس از ا كاركترستيك سايت على الاريولا والنابل. تمام، ها ودول ايه ده؟ هي انت طبعا من المنظر تحسيها انها سوفت شويه، بس هي طبعا لازم تتحس، يعني هي دي سوفت، اوكي، سوفت فيرم يعني نقول، اوكي. الليجنز الكبيره دي طيب شايفين الليجن على الباتوكس دي اللي انا بشاور عليها دي، ايه دول؟ كافيولي هايبر بيجمنتد ماكيوز، تمام، او باتشز موجودة على هي طبعا في تحت الهيصة اللي موجودة دي نفس المنظر، بس مش باينة من كتر الايه، يعني في هنا برضو هتلاقي في بيجمنتيشن هنا اهو، بس مش باين من كتر الماسز اللي موجودة على السكن. تمام، طيب طبعا اكيد انتوا عارفين الديفرنشال الدياجنوزز ايه، نيورو فايبروماتوز، بالظبط كده. اوكي، ايه الانفستيجيشنز اللي ممكن نعملها لحالة زي دي؟ حلو، برافو، اي اكزامينيشن. ايه تاني عشان ندور على ايه؟ اوبتيك جلايوما وليش نوديوز، بالظبط، وليش نوديوز، وايه تاني غير الاي؟ والكدني يا دكتور، كدني، تمام، يعني سي تي. ولا انت قصدك تعمل انفستيجيشنز للرينال فانكشنز؟ هي الرينال فانكشنز ممكن ما تبقاش افكتد ان ذا بيجيننج، احنا بس ممكن نعمل سي تي عشان ندور على، ندور على ايه، ندور على ايه، بوليسيستيك كيدني. ها ايه تاني ممكن نعمله؟ بالظبط كده، المينتاليتي كمان ممكن احنا نقعد نتكلم معاها نشوف الاي كيو بتاعها اخباره ايه، مينتالي افكتد ولا لا. في كروموسايتوما، ما يبقى هي السي تي برضو. وات ايلس؟ والاكس راي بون، صح كده، يعني احنا هنعمل سي تي للبرين، سي تي ابدومن، اكس راي بون، اوفثالمولوجيكال اكزامينشن، وبايوبسي. الاوفثالمولوجيكال اكزامينشن
دي الليش نوديوز، انا حبيت اجيبها لكم عشان تشوفوها. طبعا هي عايزه سليت لامب اكزامينيشن، تمام؟ هتلاقيها، وكل ما تبقى الايرس، الايرس يبقى افتح، كل ما تبقى باينه اكتر. النوديوز الصغيره البراونيش دي، ها هي جلايوماس برضو، اوكي. وده الاوبتيك نيرف جلايوما اللي هي هتعمل ايه، ايه اللي حصل هنا ده؟ بروبتوزس، صح، ضغط على الايه، الجلوبيول، فعامله بروبتوزس في السايت اللي هي فيه. الباثولوجي هنلاقي فيه ماس ويل لوكالايزد كده، لما نقرب هنلاقيها فورمد اوف ايه ده. نيورال سيلز، مش شايفينها كلها اس شيب نيوكلياي اهي. اوكي، هو في فايبروبلاست طبعا، فايبروبلاست زي فين، زي دي مثلا، اوكي، بس الاس شيب دي، تمام، الاس شيب دي، دي بتاعت نيورال سيل اللي هي الشوان سيلز. يبقى هنلاقي في فايبروبلاست زي دي مثلا، اوكي، وزي دي، اوكي، وهنلاقي في نيورال سيلز اللي هي الاس شيب دي، وممكن نلاقي ماس سيلز، وهو ده السبب اللي بيبقى فيه اتشنج في الحالات اللي زي كده. طيب دايجنوزز طبعا فون ريكلينج هاوسن ديزيز او النيوروفايبروماتوزز، طبعا كلنا عارفين انها رير كيس من الايه، من الاوتوسومال دوميننت كونديشن، مالتي تيومر اوتوسومال دوميننت كونديشن، بتظهر او بيبقى الـ 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 يعني الـ بتظهر في واحد في ال 200 في 2500 ل 3000 انديفيديوال. الكلينيكال برزنتيشن بتاعتها ان احنا عشان نشخصها لازم نلاقي 2 اور مور اوف ذا فولوينج، اكتر من 6 كافي اولي سبوتس، 2 اور مور نيوروفايبروماتوزز اور بلكسي فور، 1 بلكسي فور نيوروفايبروما، احنا شفنا كتير هنا، والاوبتيك نيرف جلايوما، والسفينويد وينج ديسبلازيا البون افكشن، بالذات السفينويد دي حاجه سبيسيفيك قوي، 2 اور مور هامارتومز اللي هي النيش نوديولز، اكزيلاري اور انجواينال فريكلينج. طبعا هنا ما كانتش باينه، احنا مصورناش الاجزيلا اولا وبعدين الليجنز مغطيه على الفريكلينج وعلى الكافي اولي. ان اديشن 45% of patients بيبقى عندهم learning disabilities and approximately 1% have hypertension due to renal artery stenosis. طيب ايه اللي بيحصل بالظبط في النيوروفايبروماتوزز؟ بيبقى فيه inactivation للتيومر suppressor gene اللي بيخلي فيه عندنا multiple tumors، زي ما انتوا قلتوا فيه كروموسايتوما، المالجنانت بريفرال نيرف شيث تيومر، ويلمز، رابدومايوساركوما، رينال انجيو مايولايبوما، ممكن ليوكيميا، جانجليو جلايوما، ليو مايوساركوما، كل انواع الايه الكانسرز دي ممكن تبقى prominent في النيوروفايبروماتوزس، فلازم يبقى فيه فولو اب للعيان ده على طول. والمين كوز اوف ديث بيبقى في الحالات دي complication من التيومر او كارديوفاسكولار، تمام. هي عاده اللايف اكسبكتنسي بتاعتهم تبقى 50% اقل من نظرائهم من الاذر ايه بيرسونز اللي عندهم ما عندهمش حاجه وفي نفس الايج. طيب ونو سنجل تريتمنت طبعا ايه، ان كومبينيشن سبورتيف سيرجيكال ثيرابيز، لو انت في مكان مثلا عامل له مشكله ممكن يتشال سيرجيكالي بس ممكن يطلع تاني بعد كده. وطبعا البيجمنتيشن ممكن يتعمل بايه، كيس واتشد او كده، بس يعني بترجع تاني، فالقصه ايه مش مانجبل يعني. اوكي طيب كيس نمبر 3، 23 years old female lesions دي of almost 10 years duration increasing in number و asymptomatic، يعني هي عندها من ايام البيبرتي، يعني من ايام ما كان عندها 13 سنه ابتدت عندها الليجنز دي تظهر وبتزيد و asymptomatic. بس هي دي الصورة اللي عندنا، حد يوصف لنا بقى الليجنز. تمام بالظبط كده. لا لا هي لونها كده. طيب your clinical differential diagnosis، نقول روزيشيا جرانيلوماتوس روزيشيا، يعني عايزه تقولي انها جرانيلوماتوس روزيشيا. الروزيشيا بتظهر في السن البدري ده. طب استني بس، طيب هي بتيجي في السن المبكر قوي ده، يعني اللي هيبقى اجينست الايج. طب بالظبط كده، ميدل ايج، صح، ومور كومن فين، في الميز مش في الفيميلز، صح. اوكي
طيب ماشي، بس يعني انت لو شفتيها وانت ما تعرفيش السن ترايكو ابيفيليوما. ايه تاني؟ انجيو فايبروما. برافو. هو اللي احنا فكرنا في ترايكو ابيفيليوما انجيو فايبروما، ممكن نقول سلندروما ترايكي لموما. اوكي، ترايكي لموما دي بتبقى مع ايه؟ مع الكاودنس. تمام، وفي سلندروما ممكن تبقى مالتيبل سلندرومز. تمام، وممكن تبقى سنجل سلندروما، ممكن تبقى سنجل ممكن تبقى مالتيبل. كل التيومرز دي اللي هي اساسا بتطلع من الهير بس ما عدا الانجيو فايبروما ممكن تتحط. اوكي طيب، ايه الانفستيجيشنز ممكن نعملها؟ درموسكوبي وبايوبسي. الدرموسكوبي شود، ها حد يقول لنا ايه اللي باين هنا؟ ايه ده؟ ميليا لايك سيستس، ميليا لايك سيستس اوفر وايت باك جراوند كده، مور اور ليس وايت باك جراوند، اللي هو ايه الباك جراوند اللي هو الوايتش او بلوش كده، اللي هي مسميها بلو دايموند. تمام، وفي شويه اربورايزنج بلاد فيسلز هنا لو واخدين بالكم. اوكي طيب، يبقى دي ميليا لايك سيستس وايتش شويه والباك جراوند بتاعتها وايت تو بلو. الباثولوجي ده كلوز اب فيو، حد يقول لنا ايه اللي احنا شايفينه هنا؟ islands of basaloid cells. تمام اهي islands of basaloid cells، وفيها ايه؟ فين الشباب بتوعنا؟ فين غادة وفاء؟ فين؟ ايوه في ايه ده؟ ايوه يا جماعه، ايوه وفاء. طيب سيبك من الاستروما، خلينا في الايلاندز دي. الايلاندز دي عايز ايلاندز اوف بيزالويد سيلز. وايه ده؟ ديفرنشيشن. لا لا لا، ديفرنشيشن بتاع الهير ده اهو اهي، دي مش هير فوليكل دي صح؟ اوكي، كيراتينايزيشن بتاع الهير. طيب هي ترايكو ابيثيليوما. تمام، trichoepithelioma is the name given for an uncommon condition in which a single lesion or multiple benign hair follicle tumors, harmless skin grafts, arises on the face after puberty. عادة بتظهر بعد البيوبرتي. The tumor cells form rudimentary hair follicles زي ما احنا شفنا كده. Okay, do not form actual a hair shaft. هي تعمل rudimentary hair follicle بس مش complete hair shaft. The tendency to multiple trichoepitheliomas is بتحصل في حالات زي الايه؟ البروكس بيجلر سيندروم. The tumors are small, usually less than 1 centimeter, firm, rounded and shiny. ممكن يجوا على الايليدز and around the nose. في فاريانس منها اللي هي الديسموبلاستيك تايب، وهي الحاجه اللي لازم نفرقها منها البيزل سيل كارسينوما. طبعا ديفرنشال دايجنوزز تاني بيزل سيل كارسينوما. الميليا بالدرموسكوبي طبعا may be helpful زي ما احنا شفنا كده. والسرنجومات هم حاطين السرنجومه بس انا شايفاها شكلها ما تمشيش يعني مع السرنجومه. اوكي، فعشان كده ما حطيناهاش في الديفرنشال دايجنوز ولا سيستك عشان نقول ايه انها ممكن تمشي مع ايه الابيديرمويد سيست او ميليا او كده. طيب اللي انا حاطه لكم ده عشان نفرق ما بينها وبين البي سي سي بالدرموسكوبي. احنا لسه شايفين هنا بنقول انها عندها فيها ايه الليجنز اللي موجوده ميليا لايك سيستس اللي هي دي. اوكي، وفي اربورايزنج بلاد فيسلز، والباك جراوند بتاعتها بتبقى يا ابيض يا بلوش شويه اللي بيسموها ايه بلو دايموند ابييرنس. نيجي بقى في البي سي سي هنلاقي فيه برضو اربورايزنج بلاد فيسلز، بس ايه اللي احنا شايفينه هنا ده؟ بلو جراي اوفويد نيستس، بلو جراي اوفويد نيستس مع التلانجكتيزيا اربورايزنج بلاد فيسلز سوري، اللي هي بعضها سمول وبعضها ماكرو وبعضها مايكرو. اوكي، يعني هنا الاربورايزنج بلاد فيسلز شكلها اوضح، والدوتس اللي احنا شايفينها هنا شكلها بلو جراي اوفويد نيستس. تمام، ده نيجي بقى في الباثولوجي هنا. طبعا ايه الهير شافت فورميشن او يعني المحاوله او انها تعمل هير شافت. اوكي، ممكن نلاقيها في ترايكو ابيثيليوما بس مش كومن في البي سي سي الا في ال ويتش تايب، مش عايزين نلخبطكم. عموما البي سي سي مش كومن فيها ان احنا نلاقي المنظر ده. اوكي،
الاتمت تو فورم هير شافت. اوكي بس هنلاقي في الايلاندز اوف بيزالايت سيلز وفيها وات وي كول البيريتيومورال سبيس اللي موجود اراوند ذا ايلاندز، احنا شايفينه هنا واضح which is not present هنا بشكل واضح. اوكي طيب المانجمنت individual lesion can be removed with excision. طيب احنا عندنا lesions كتيرة زي دي، ممكن carbon dioxide laser, erbium yag laser, dermabrasion. اوكي ممكن نحط ايميكي مود كريم، يعني ممكن نشيل الليجنز الكبيرة سواء بالاكسجن او بالليزر ونحط على الليجنز الصغيرة ايميكي مود كريم، بس هستمر فترة طويلة وما بتخفش completely يعني. تمام يعني destruction by any way. طيب case number 4 22 years old female، الليجنز دي بقالها 8 months اسيمتوماتيك ما عدا الليجن الايه الانفليم دي توجع شويه وده السايد اوف ذا نيك. حد يوصف لنا الليجنز كده الاول وبعدين نتكلم عن الديفرنشال بتاعنا. اختفيتوا فين؟ واضح؟ طيب والشاشة باينة برضو؟ الصورة باينة؟ يا جماعة مفيش صورة؟ اوكي طب لحظة واحدة كده نشوف الدنيا. كده باينة؟ كده الشاشة باينة يا جماعة؟ الصورة باينة؟ يس اوكي طيب نرجع تاني يا جماعه. البيشنت دي 22 years old وعندها ليجنز دي اوف 8 months duration واسيمتوماتيك، وجبت لكم السايد فيو بتاعتها، فعايزين نوصفها بقى كده، نوصف الليجنز اللي موجوده قبل ما ايه ما نتكلم عن الديفرنشال دايجنوزيس بتاعنا. اي حد يتكلم؟ رشا ايوه ماشي اتفضل يا دكتور احمد. ها مش احمد تمام on the neck في erythematous nodule او plaque موجوده كده. اوكي تمام والسايد اوف ذا نيك كمان نفس المنظر صح. مين دي سكين كولورد؟ معلش هي نفس الليجنز اللي هي يلو تقول سكنت يلو كالورد. طيب انت فكرت في ايه؟ تمام وايه تاني اتحط في نفس المكان وبيدي نفس المنظر ايه؟ سبيشس درمويسيست. حد كان بيقول حاجه في ميل فويس كده كان بيتكلم. ها يا جماعة اللي كان بيتكلم قول قولي white fibrous papillosis of the neck، بس تانية بتبقى papules مش nodules. تمام والايج بيبقى اكبر من كده. جميل مش ممكن نقول حاجة تانية؟ سوزان ثوما الاستيكا مثلا. برافو يا رشا. ايه تاني؟ بيبقوا بالظبط all the sides of the neck وعلى flexures. اوكي ما بيبقوش كبار كده. طيب يعني هي دي الحاجات اللي ممكن اي حد ممكن يحطها يعني في الايه في المنظر ده. الزانثوما بس نسيتوها والزانثوما الاستيكم واكيد نمبر 1 ستياسيستوما مالتيبلكس. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل لها بايبسي وديرموسكوبي. ديرموسكوبي عشان احنا فكرنا في الزانثوما بس اكيد ايه ما كانش فيه اي فايندنج. البايبسي اللي احنا شايفينه ده هنلاقي فيه طبعا انتوا ما شفتوهاش قبل كده، ده سيستيك سبيس. اللايننج بتاعه عباره عن ايه؟ نون كيراتينوس سكويموس ابيثيليوم. تمام اهو اوكي. الوول بتاعته هنلاقي فيها سبيشس جلانز واضحه اهي، سبيشس جلانز في الوول السيست اهو. اللايننج بتاعه عباره عن نون كيراتينايزنج ابيثيليوم، وفي الوول برضو كمان هنلاقي السبيشس جلانز اللي موجوده دي ها،
وبس هو كده. السكريشن اللي موجود كده لونه بلوش شوية، اللي هو بتاع السبيشال سكريشن زي ما احنا شايفين هنا، تمام؟ فده ستياتوسيستوما مالتيبلكس. خلاص. طب ايه هي؟ It is a rare inherited disorder in which numerous cysts develop at puberty. لازم الاول يكون حصل puberty عشان ده هيحصل exacerbation مع الايه، الهرمونز التستوستيرون. The lesions have been described as hamartomatous malformation of the pilosebaceous duct junction. If a single cyst is present, بنسميها steatocystoma simplex. لو multiple هيبقى multiplex. The tendency to develop cysts is inherited in an autosomal dominant fashion. The onset بيبقى at puberty. Is presumably due to the hormonal stimulus of the pilosebaceous unit. زي كل حاجة بيحصل فيها في pilosebaceous unit ما بتبتديش قبل puberty. The most often arise on the chest دايما، بس ممكن تيجي برضو على النيك، على الارمز، ممكن حتى even تيجي على الفالفا في الفيميل، وممكن تيجي lately كمان. Okay. The cysts are mostly small. But they may be several centimeters in diameter. يعني في حاجات rare، بس ال common is common، هي تيجي على الشست وتيجي في الايه، في الاكزيلي، وعلى اللي ممكن ال upper arms، تمام، تيجي في الارم بس يعني في الاكزيلي، والنيك طبعا is one of the common size. طيب ايه المشكلة اللي بيحصل؟ اللي بتحصل ان بيبقى فيه mutation بيحصل في الكيراتين 17 جين. This gene is responsible for the keratin protein found in the nail bed برضو، وبيبقى فيه defect في الباكي اونيكيا كونجينيتا as well، بالذات الطايب اللي هو معاها natal teeth. يعني هيبقى فيه defect في الكيراتين 17 جين، عشان كده الناس دي بيبقى عندها more tendency to develop steatocystoma multiplex. المانجمنت هنعمل لها ايه دي؟ الفيميل بيشنت دي ماشي، surgical removal. حاجة تانية بقى، احنا كدرماتولوجيست ممكن نعمل ايه؟ سيستميك ريتينويدز. السيستميك ريتينويدز هتقلل حجمها بس مش هتروح. ممكن نعمل لها ليزر. برافو. هو عموما طبعا الاكسجين بايبسي ده التريتمنت اوف تشويس، بس لو احنا ممكن نشتغل هنشتغل بليزر، بالالكتروكوتري، بكرايوثيرابي اللي موجود عندك. اوكي، انت تعملها ديستراكشن وخلاص. الانفلاميشن بقى كان بي ريديوسد وذ اورال انتي بايوتيك. انتوا شفتوا الليجن قصده اللي كانت انفليمد اللي عند البيشنت دي. اوكي، هي لما بتلعب فيها بيحصل فيها انفلاميشن، فاحنا دايما انستراكت ذا بيشنت نوت تو اي تراي تو اوبن ذا ليجنز عشان ما يحصلش فيها الانفلاماتوري كونديشن اللي حاصله دي. ادي ممكن نعالجها بانتي بايوتيك. السيستميك ريتينويز بتتاخد بس عشان تقلل حجمها شويه، بس مش هت ايه، not curative، بس هتقلل تريديوس الانفلاميشن وتصغر حجم السيس شوية. طيب كيس نمبر 5، الديفرنشيال دياجنوزز اللي احنا قلناها، يعني قلنا الزنثوما، قلنا الزنثوما، قلنا سوزنثوما إلاستيكا مع السيستوما مالتيبلكس على اساس السايت واللون، تمام كده؟ تمام يا دكتور. اوكي، نرجع تاني بقى للنكست كيس اللي هي الكيس نمبر 5. The 1.5 years old nice boy، زي ما انتوا شايفين كده عسولة. Lesions of 1 month duration على ال trunk، ال upper limb، lower limb، وده close up view على ال upper limb، both upper limbs. نرجع تاني كده نشوفهم. وصف لنا lesions بقى كده. Annular lesion بالظبط. وفي ايه ده؟ في vesicles و even ايه؟ بولي. اوكي، دي vesicle، انما دي بولة. ها؟ صح كده؟ هي دي بولة اهي. اوكي. تنس ولا فلاسد من المنظر كده؟ اهي. تنس بالظبط كده. ايه نعرف ازاي الفرق ما بين التنس والفلاسد بولي؟ ما تبقاش prominent قوي كده، وما تبقاش يعني شكلها كده intact قوي بالمنظر ده. واحنا بقى لو احنا حسينها هنلاقي فيه عليها wrinkling زي ايه، زي منظر بتاع دي، بس دي طبعا لانها ايه يعني بقى لها فتره، انما هي المنظر بتاعها اول ما بتطلع بتبقى كده. دي tense vesicles او tense bully بالاحرى. شايفين الليجنز كلها annular vesicles and bully،
والفيزيكلز والبولي arranged on the periphery of the annular lesions. تمام، في حاجات زي دي مثلا نقدر نقول عليها اي ام لايك ليجن، شايفينها دي اللي انا بشاور عليها دي ودي اهي. عشان المره اللي فاتت كنتوا بتقولوا لي الاي ام ليجنز ايه اللي يجيبها في الهربس جيستيشنز، اهي ممكن تيجي في الحاجه دي كمان. اوكي طيب، اهي هنا واضحه اكتر هنا. تمام طيب، طبعا الايه البولي اللي بترابشر بتسيب وراها كراست. طيب what's your clinical differential diagnosis؟ هي هو diagnosis واحد ماشي، بس احنا عايزين نقول كل البولس diseases اللي بتطلع في الايدج ده. تمام، يعني حد طفل عنده سنة ونص ايه اللي ممكن يجي عنده، بعدين بقى نقول ليه لأ او ليه اه. اوكي ايه ال common bullous diseases in this age؟ تمام هو سنه صغير شوية بس السي بي دي سي صح. طيب نحط ايه تاني بقى عشان السن الصغير اللي انت قلتي عليه ده؟ ها بولس دراج ايرابشن ماشي. ايه تاني يا جماعة؟ شاركونا شاركونا كله. بولس امتايجو ماشي، بس البولس امتايجو هنفنطهم بعد كده. بولس امتايجو صح، كومون في الايج ده. والبولس دراج ايرابشن، الانسكت بايت رياكشن ما يعملش في الايج ده. ايه تاني؟ وتبقى تنس بولي كمان. وات ايلس؟ بولس ماستوسايتوزز. ما احنا قلنا دراج، يعني انت بتقولي اي ام وبولس ايه يعني مش بولس ها بولس اريثيما مالتيفورميا بولس ماستوسايتوزز. ها ايه تاني؟ ابيديرمولايسس بولوزا. حد طفل في السن ده اول حاجه هتيجي على دماغك ابيديرمولايسس بولوزا صح كده؟ طيب ايه تاني اهو؟ سي بي دي سي، بولس امتايجو، ابيديرمولايسس بولوزا، بولس ماستوسايتوزز، بولس دراج ايرابشن، بولس بنفيجويد بيجي في السن الصغير، وانسكت بايت رياكشن. طب نمسكهم بقى واحده واحده. الانسكت بايت رياكشن لازم هيبقى فيه هيستوري اوف انسكت بايتس. تمام، هي جايه على الهيدن وعلى الاكسبوزد، فده هي ايه هيرول اوت شويه الانسكت بايت رياكشن، لان احنا صعب ان احنا نيجي في الايه في الهيدن ارياز ويبقى في انسكت بايت رياكشن. الحاجه الثانيه الانيولر ديستريبيوشن مش ماشي مع الانسكت بايت رياكشن، البريزنس اوف اي ام لايك ليجنز مش ماشي مع الانسكت بايت رياكشن، بس ممكن يمشي مع البولا سبينفيجويد. تمام، انها تنس بولا وان فيها معاها اي ام لايك ليجنز ممكن يمشي مع البولا سبينفيجويد، وبنشوف بولا سبينفيجويد في الايدج ده على فكره. بس اللي مش مع البولا سبينفيجويد قوي انها جايه في انيولر ديستريبيوشن. البولس دراج ايرابشن طبعا possibility، بس طبعا هيبقى فيه history of drug intake. بولس ماستايتوزز ايه اللي معه وايه اللي against؟ مفيش ايه؟ systemic symptoms بالظبط. البولس ماستايتوزز لازم يبقى معاه systemic صح. برافو يا رشا. الابيديمولايسيس بولوزا هي مش بس جايه في الايه، هي مش ميكانو بولس، مش جايه بس في الارياز اللي فيها امنيه. معلش اصل الاسامي مش طالعه النهارده خالص، معلش الكمبيوتر معاندني والاسامي مش طالعه. ماشي يا امنيه، برافو يا امنيه، ماشي يا حبيبه قلبي. فاحنا ايه زي ما انتم شايفين كده انها مش طالعه في الايه الارياز بتاعه الفريكشن او كده عشان نقول انها ابيديمولايسيس بولوزا صح كده؟ طيب اوكي، شايفين الحته اللي عند اراوند نابكن دي احنا ما رضيناش نقلعه لانه ولد. انت عارفين انا بيبقى عندي حساسيه من الميل تشيلدرن واحنا قاعدين في العياده عشان بتحصل حاجات مش لطيفه، فما رضيناش نقلعه يوميها البامبرز، بس هي كان الاريا دي فيها برضو اريا. تمام اوكي، انا حصلت لي كذا حادثه قبل كده قدامكم فانا اتعقدت. اوكي طيب، يبقى ده الايه الديفرنشال اللي ايه اللي احنا حطيناه. بس طبعا اول حاجه سي بي دي سي، فالمفروض ان احنا هنعمل بايبسي وامينو فلوريسنس. البايبسي سبوز ان احنا هنشوف ايه؟ ايه ده؟ سب ابيديرمال كليفت، سب ابيديرمال كليفت او بلاستر اوكي وذ نيوتروفيلز. تمام نيلي اوكي، والاميونو فلوريسنس شوز ايه؟
linear IgA deposition بالظبط كده. طيب diagnosis CBDC. طيب في الطفل الحاله اللي زي كده، سيبنا من الايه الكلام الكتير اللي ايه ملوش ده، انا بس معلمه لكم على انها ممكن تدي تارجت شيب، وده مهم عشان بس ما حدش بعد كده يربط لي التارجت بالاي ام. يا جماعه بتيجي في حاجات كتيره جدا. اوكي التريتمنت بقى اهم حاجه عندي في الايج ده، تمام. طبعا في حاجات ممكن تعمل دراج اندوس لينير اي جي اي بولس ديرماتوزيز نخلي بالنا منها، زي مثلا سايكلوسبورين، ليثيوم، بنسلين، الفينيتوين، سوماتوستاتين، يعني في دراجز ممكن ايه كومن انها ممكن تعمل. اوكي المانجمنت بقى، انا مش عايزه اجيب المانجمنت وعايزين احنا نناقشه. انت جالك طفل في السن ده وسي بي دي سي خلاص انت شخصته، هتعمل معاه ايه؟ هتدي له ايه؟ ايه دراج اوف تشويس هنا معروف؟ الدراج اوف تشويس هنا ايه؟ دابسون او كولشيسين، صح كده؟ طيب الاول هنعمل له ايه؟ سي بي سي، و ايه معاه؟ ايه تاني غير السي بي سي؟ جي 6 بي دي، تمام كده؟ طيب لقيناهم نورمال، هندي الدابسون ازاي؟ الدوز 1 ل 2 مللي بير كي جي، برافو. طيب مش عايزين ندي دابسون قلقانين من المذر مش هتيجي فولو اب كذا، عايزين ندي الكولشيسين 0.07 مللي بير كي جي، تمام. الكورتيكوستيرويدز از انذر اوبشن، ممكن نديها، هنديها برضو الدوز بتاعتها نص مللي بير كي جي. التتراسايكلين نوت سيوتابل ان تشيلدرن اندر 8 ييرز اوف ايج، احنا ممكن نديه في الادلتس كموداليتي اوف تريتمنت في حالات سي بي دي سي، هنا لا. اوكي ممكن نستبدله بايه؟ بالاريثروميسين، ماشي. اوكي يبقى احنا حاله زي كده هنبتدي معاها بالدابسون 1 2 مللي بير كي جي. احنا على فكره كنا حجزنا حاله في الايج ده زمان وعالجناها بالدابسون وكانت نتيجتها تحفه، تمام. بس هو بيحصل ريكرنس لغايه اولموست ذا ايج اوف بيوبرتي، بتبقى فيه يعني ايه يعني ريكرنسز كتير في الفتره دي، بس بيهدى بعد كده. اوكي فالحاله دي بتستجيب حلو قوي 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 مع الدابسون. طيب اور لاست كيس، وبعديها بقى الحاله اللي احنا هناخدها ونفكر فيها، 1.5 years old female child، برضو lesions of 4 months duration increasing in size firm to hard inconsistency. بس هي دي الصوره الوحيده اللي ليها عندي قديمه، وهي دي الصوره اللي موجوده. ايه الكلينيكال ديفرنشال دايجنوزز اللي انت ممكن تقوله؟ هي hard inconsistency firm to hard كده، و increasing in size بقى لها 4 شهور وزادت بالحجم كده، كانت يعني مثلا قد العسه كده وبقت بالحجم ده، نفكر في ايه؟ سيلندروما. بتقولي ايه؟ بايلوماتريكوما. بايلوماتريكوما ايه تاني؟ ما هي فعلا كبيره. بس شايفين ال 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 الكالسيوم، الكالسيوم باين فيها ازاي؟ اللون الابيض ده سيبيشيوس سيست. طيب ايه تاني؟ كالسينوزيس كيوتس وبايلوماتريكوما ونيفاس سيبيشيوس. انت بتقولي نيفاس سيبيشيوس اوف جادسون، يعني هي ما فيش الاريا دي، ما كانش مش ديفايد اوف هير على فكره، يعني في هير تحتيها وما اتولدتش كده بالاريا دي فاضيه. وبعدين ده مش الايج اللي هيبتدي يحصل فيه تيومرز على الايه النيفاس سيبيشيوس اوف جادسون. سايكل ام ال سيست تتحط، صح كده؟ كالسيفاينج ابيثيليوم اوف ميلر اللي هي الايه بايلوماتريكوما والترايكليمال سيست، لانها برضو بيحصل فيها كالسيفيكيشن. هو احنا ده اللي حطيناه الصراحه لما شفناها برضو، بايلوماتريكوما كالسينوزيس كيوتس ترايكليمال سيست، لانها كانت فعلا هارد، تمام. البايلوماتريكوما لانها بتيجي في اليانج ايج، بس مش اليانج، مش سو يانج، مش ذات يانج. الانفستيجيشنز طبعا اكسجنال بايبسي ملهاش حل تاني، والباثولوجي ها اتشود المنظر اللي احنا شايفينه ده، في بيزالويد سيلز او يعني سيلز اللي هي لونها شويه ايه بيزوفيليك، وفي اذر سيلز اللي هي بنسميها الشادو سيلز اللي مش باين فيها اي حاجه، الفيتشرز بتاعتها ضايعه خالص، جوست سيلز او شادو سيلز اهي. وفي ارياز حصل فيها ده ايه ده؟ دي جوست سيلز او شادو سيلز،
ده كالسيوم ديبوزيشن اهو صح. مش انتوا لسه مش انا مورياكم سوزان ثم الاستيكم قريب ووريتكم المنظر بتاع الكالسيوم صح؟ ده نفس المنظر بتاع الكالسيوم. اوكي فهنا في كالسيوم ديبوزيشن فيها. This is a very common tumor that forms يعني forms ايه كالسيوم، بيحصل فيها كالسيفيكيشن بسرعه، اللي هي ايه البايلوماتريكوما او كالسيفاينج ابيثيليوما اوف ميلر. هي عباره عن ايه؟ It's an uncommon harmless hair follicle tumor divided derived from hair matrix cell. Pilomatricoma is most often diagnosed in young children. بس مش في الايج ده الصراحه. الكيسز هبين عاده بنشوفها 10 12 سنه الايج ده. ودايما تحب الايه الابر اكستريميتي. السكالب از نوت ا كومن سايت. بس هي يعني ممكن تيجي في الهيد اند نيك اند في الابر اكستريميتي. Cases have been reported as multiple pilomatricomas or matrixomas in association with rare neurological conditions. It presents as a single skin colored or purplish lesion, usually found on the head and neck. They do not usually cause any symptoms, asymptomatic. They may be skin colored or white or red, may be regular or irregular in shape. Size بتاعهم varies from 5 to 10 millimeters in diameter. They may remain stable for years or slowly grow in size. دي بقى الجروث حصل بسرعة قوي. اوكي okay. المانجمنت طبعا اكساجينال بايبسي خلاص. طيب اور كيس تو ثينك اوف اللي احنا مش هنتكلم فيها بقى، هنبص عليها بس ونفكر فيها لغاية الاسبوع الجاي ان شاء الله. 19 years old girl, lesions دي of 4 months duration, itchy, close up view. المطلوب منك تقول لي الدايجنوزز والانفستيجيشنز لو فيه والمانجمنت وشكرا. طيب الصورة تاني اتفضلي. تمام كلوز اب فيو. لا محدش يتكلم اتفقنا. اوكي طيب في اي حد عنده اي اسئلة؟ اي اسئلة؟ اتفضلي. في ميل؟ لا ما قلتش هيقول الهرب لو ايه كملي ها. لو بياخد هرمونز عشان تريتمنت اوف لا ما بقولك اصل ده سؤال كده بيحبوا يرخموا بيه. لو بياخد هرمونز فور تريتمنت اوف بروستيت كانسر تمام، او ممكن يقول لك تيجي في ميل قولي له امتى لو هو بياخد هرمونز عشان بيتعالج من البروستيت كانسر تمام. بس اوكي طيب اي اسئله تانية؟ عفوا يا شباب، يلا الى اللقاء ان شاء الله، اشوفكم على خير، مع السلامه.